اهلا بحضراتكم مره تانية. بالحديث عن النادي الاهلي في الحقيقه في اكتر من جانب مهم قوي ان احنا نتكلم فيهم بخلاف الفريق الاول لكره القدم. مبدئيا كده وفي الاول النهارده كان في افتتاح مهم قوي قوي وخدمه جديده لاعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي بمدينه نصر من خلال مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هو افتتاح لملاعب البدل اللقطات اللي حضراتكم شايفينها في هذه اللحظات، وخدمه جديده بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي لاعضاء النادي في مختلف الافرع. بالتحديد احنا النهارده بنتكلم على فرع مدينه نصر، وهي خدمه انشائيه بصراحه وترفيهيه بالنسبه للاعضاء. وفي الحقيقه لعبه البدل الفتره اللي فاتت ابتدت تنتشر بشكل كبير جدا وابتدت تتشهر شويه، فكان في حرص كبير جدا مجلس الاداره ان دايما يكون في تطوير دائم لمختلف الرياضيات والالعاب اللي ممكن يكون بيحبها اعضاء النادي الاهلي. وده بصراحه جزء وعمل مهم جدا جدا من اعضاء مجلس الاداره اللي احنا كلنا شايفينهم في الصوره، اللي كانوا حريصين اشد الحرص على التواجد في هذا الافتتاح. تفاصيل كتير جدا بتخص افتتاح ملاعب البادل في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مقر النادي بمدينة نصر. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبصفة خاصة متابعي برنامج الترند، ودايما موافق يا أمير. أهلا بك يا أهلا بك يا فاروق. بس أول قبل ما نتكلم على التفاصيل بتاعة الافتتاح، أنا كنت شايف دلوقتي قدامي مباراة ما بين المهندس محمد سراج والمهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الغزاوي والكابتن حسام غالي. المباراه دي قول لي تفاصيلها ومين كسب في الاخر في ماتش البادل. واضح ان هم لعيبه تقيله يعني. لا انا عايز اقول لك يا امير ان الكابتن حسام غالي هو اللي لعيب تقيل قوي يعني بصراحه. الكابتن حسام غالي كابتن حسام غالي واضح ان هو لعيب جوه الملعب وبره الملعب ما شاء الله. يعني المباراه اللي اتلعبت كان طبعا الاستاذ محمد الغزاوي مع الكابتن حسام غالي الفريق، والناحيه الثانيه المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. لكن الكفه اللي فيها الكابتن حسام غالي ده من يعني بتربح شويه. كابتن حسام غالي قدر ان هو يعني يكون النقطه الحازمه والفاصله، وكانت يعني افتتاح اكثر من رائع طبعا. بالظبط يا امير. تحس كمان يعني اللمسه السحريه بتاعت الكابتن حسام غالي في المضرب هي بتاعت القدم يا امير. احنا شايفين اهو المباراه على الهواء بصراحه يعني، وواضح ان يعني الاربعه طبعا متالقين بشكل كبير جدا في اللعبه وعندهم خبرات فيها بالمناسبه، يعني واضح كده من الاسلوب يعني. بالظبط يا امير. طبعا هي واحده من الالعاب اللي ابتدت تنتشر في مصر هنا، ويعني كان جزء من اهتمامات طبعاً مجلس طبعاً اداره النادي الاهلي اللي يكون موجود في كافه افرع النادي الاهلي لعبه البدل. ده امر مهم جدا يا فاروق. بالتالي كلمني على تفاصيل الافتتاح النهارده، وكيف تفقد الكابتن محمود الخطيب ملاعب البدل وكل الكواليس بتتعلق بافتتاح اليوم يا فاروق، وازاي الاعضاء كمان استقبلوا حدث يعني مهم زي ده يعني وخدمه جديده زي دي. يعني خليني يا امير اكلمك، احنا حاليا موجودين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، احد الافرع اللي بيشهد طفره انشائيه في كافه مجالات النادي الاهلي، ودور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي لكيفيه التطوير اللي بتشهده افرع النادي الاهلي وخاصه فرع مدينه نصر، تماشيا مع الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه في محيط فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. طبعا دور النادي الاهلي وكاحد المؤسسات الوطنيه ودوره انه يسير في خطوط يعني متوازيه مع الدوله طبعاً المصريه، ده جزء طبعاً مهم جدا. طبعا المكان اللي انا بكلمك فيه امير ده كانت منطقه، خليني اقولها كده علشان تبقى يعني باللغه العاميه، منطقة من المناطق المهجورة والغير المستغلة في النادي الأهلي، وما كانش جزء من الأجزاء اللي موجودة في برنامج عائلة النادي الأهلي. يعني عايز أوضح لك نقطة أمير مهمة جدا، إن في مشاريع كتير جدا سواء في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، فرع النادي الأهلي بالجزيرة، فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، والفرع الجديد طبعا فرع التجمع، في مشاريع تم إنجازها لم تكن مدرجة ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي، ولكن ظهرت يعني مع لعبة البدل اللي ظهرت في الفترة الأخيرة. ارتقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي إن لازم يكون موجود في افرع النادي الاهلي. دي استنى بقى، لان الجزئيه دي مهمه قوي يا فاروق. طبعا الجزئيه دي اللي انت بتقولها دي غايه في الاهميه، اللي هو ايه بقى، اللي هو انا يا جماعه مش داخل ببرنامج او مش قايل للناس وعود او حاطط خطه معينه خاصه بجانب انشائي هي تتنفذ ايا كان ايه اللي بيحصل حواليا، انا ماليش دعوه انا هنفذ الكلام ده، لا
انا بشوف ايه اللي ينفع الاعضاء وايه اللي يخدمهم وايه اللي يسعدهم وبنفذه، حتى لو هو ما كانش في مخططاتي اصلا ولا في البلان بتاعي الخاص بالجانب الانشائي. فدي حاجه بصراحه تحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ونقطه مهمه بحييك عليها ان انت اتكلمت فيها فاروق بصراحه. بالظبط يا امير، وانا عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب لا يتوانى في هذا الامر. كتير جدا من الملفات اللي يعني تم افتتاحها في الفتره الاخيره، ويعني بالتالي امير في ايضا مشاريع هنا في فرع مدينه نصر مش موجوده في البرنامج الانتخابي، لكن طبعا انا مش هنقدر نحرقها من خلال القناه لان هيجي وقتها ان يتم الحديث عنها، لكن هناك مشاريع او بعض الاعضاء او الجماهير هيتخيل ان الامر بالنسبه لمدينه نصر انتهى في ظل ان خلاص ما فيش يعني مساحه مكانيه في مدينه نصر. لكن اقول لك هناك مشاريع اخرى في فرع مدينه نصر، هناك مشاريع اخرى في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، بفرع الجزيره، وايضا فرع التجمع، كلها دور كبير جدا. ومن النقاط المهمه جدا يا امير دور مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اتكلم على دور مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وعايز اقول لك ان المكان اللي احنا موجودين فيه تقدر تقول يا امير من 4 أو 5 شهور كانت منطقه مهجوره، لكن انك تعمل في الفتره الزمنيه ال5 شهور أو ال6 شهور تقدر تنفذ هذا المشروع وفي ظل الازمه الماليه او الازمه الحاليه اللي يعني بتسود العالم. النادي الاهلي في فتره الكورونا ما كانش فيه اي مشكله، النادي الاهلي مؤسسه ومنظومه يا امير ليست على النطاق الرياضي ولكن على النطاق الاداري، ودي نقطه في غايه الاهميه. اقول لك بقى المنطقه هنا يا امير بتضم 4 ملاعب، ومن النقاط المهمه جدا اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي حريص عليها يا امير، وهقولها لك في كافه المشاريع. تمام. طبعا احنا شايفين يا امير الاهتمام من الدوله المصريه بذوي القدرات او مختلفون طبعا ذوي القدرات او ذوي الهمم، شايفين اهتمام الدوله المصريه بهذا الامر. النادي الاهلي في كل المشاريع اللي بيعملها يا امير الكابتن محمود الخطيب عنده شقين لازم يتكلم عليهم، اولا ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، وتخصيص اماكن سواء لنزولهم او سواء لتواجدهم، وايضا كبار السن، وياكد على وسائل الامان. الملاعب اللي محطوطه دي امير مستورده بالكامل من اسبانيا، فيها كافه الامور الامان بالنسبه للاعضاء، بالنسبه ايضا للاطفال، ان عندك مضارب مجهزه سواء لكبار السن او للاطفال، هي كمان منطقه مخصصه كامله المرافق يا امير، فيها ايضا اكثر من منفذ لتلبيه خدمات الاعضاء النادي الاهلي، ايضا وجود الحمامات، تقدر تقول منطقه مكتمله بكافه احتياجاتها هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ولكن يا امير لسه كمان ده في مشاريع ثانيه، صاله الجمباز واحد يعني واحد من المطالب الهامه لاعضاء النادي الاهلي صاله الجمباز. لكن اقول لك يا امير مجلس اداره النادي الاهلي بيسير بخطى اكثر من ثابته وخطى اكثر من رائعه باذن الله. ما شاء الله عليهم. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، مجهود كبير جدا منك في الحقيقه في هذه المداخله، وعرفتنا بكواليس كتير جدا ومجهود اكبر بكتير من مجلس اداره النادي الاهلي لخدمه اعضاء النادي، وده شيء اتعودنا عليه دايما من خلال مجلس الاداره. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.